طيب انا صاحي مخنوق دلوقتي وعايز اتخانق مع اي حد، فصاحبي اللي هيستحملني هو اللي انا هدسه دلوقتي. اغنية حلوة، برافو عليك تميم عاد، افكارك بس افكارك تعرف تعمل فيك اد. خالد لسه مشواره طويل، انت اقصر مني اعملك سكيب اد. مش كل من هب ودب، دلوقتي حضرتك بترتب خط تجيب اسم تعمل ديس، انا احط المس تعمل تيس، انا احط عليك من غير ما احس، اظبط يلا لسه في فرصه تكس. نيجي بقى كده لقصه انا ما طولش، يا انا من كورس وانت طبق طرشي، من ديستورشن، انا السورس وانت بورشن، بكره اعمل لك ابورشن، بكره اعمل لك ابورشن، بكره اعمل لك ابورشن، بكره اعمل لك بول. خالد طبعا اخ عزيز وصديق حميم، ودي مجرد يعني ممارسه لينا، ممارسه حقنا في ممارسه رياضه الدس العفيف، مفيش منه مشاكل. لكن موضوع اشرقت ده خلي بالك يا خالد، لانه ممكن يقلب بقى ايه دس بقى. بالنسبه للناس اللي سقت على شعري يا جماعه، سقت عليكم العافيه. انا حاليا في المرحله المحرجه بتاعت اطوله ولا اقصه، فهو بقى بيعمل حاجات كده ويعمل حاجات كده. طيب بما انك رديت عليا تميم وبعدين قلت عليا اخ عزيز وصديق حميم يونس والحاجات الجميله دي، فانا مكمل في الخناقه دي بصراحه. يعني انا حبيت بقى الموضوع، فقابل بقى وحاول تفضي نفسك بقى عشان احنا ايه قاعدين. هغني لك اوتو تيون هيرن في ودنك طول اليوم، جاي الدس خالد مختار يا تميم، مش سامعك انا فوق. لو انا طرشي فليا طعم، انت بدر من صامت اخرك افتح دماغك بس يرموك عرف يا مان، اشراقك سر هيطلع للجمهور، فاسمعني وخش ونام، اسمعني وخش ونام. انا سامع صوتنا ونوتك، سوري بكلامي وجعتك، انا شاكك في علاقه بتنط على القطه بتاعتك، انت فاتي راكب مكوكي، انت راكب ناقة، بابدن بيدت فتخة كوكي بطك فيها كاكا، بتكلم بطلاقة كلامي في رشاقة، نازل البيت بالبدلة فبدسك بأناقة، ارجو حزام سرعة كلامي، انا في كلامي جارك فراري فاست سبيد، ركز مش عيد كلام كبير نادر ومعتير. لا خالد انا طبعا شفت الرد بتاعك، عجبني جدا الرد، وهرد عليك وهرد على الاتهامات اللي انت اتهمتني بيها. طيب يعني لو في اي بنت بتكراش على تميم او عايزه توصل لقلبه بسهوله، فانا جبت لك حل جامد قوي 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 قوي، هو انك يعني خشي يعني قولي له، فاهمه؟ خشي قولي له بص تميم ده مش التس بس، أيوة. كمان شويه هتشوف احلى تس، ايوه احلى تس بيه هتحس. طبعا يا خالد انا بعترف ان انا تساهلت معاك جدا، بس فعلا كان يومي زحمه كده وايه وما كنتش فاضي، وبعدين بصراحه ما كنتش عارف اعمل ايه خالص في طلاقه وناقه اللي انت جبتها لي دي. انا بصراحه انت عارف الحاجات دي بيجي على وزنها ايه وانت صاحبي، فانا يعني. وبالنسبه للبيت بوكس الجميل قوي اللي بيعمله الفنان اللي جنبك، انا هجيب حد يرد عليه يليق بمستواه، يعني نفس المستوى، اجيب حد يرد عليه بالبيت بوكس ده. وطبعا انا عارف ان انت هتستعين بالانس والويجز، بس انا ما بيهمنيش، انا الحاجات دي ما بتهمنيش، و يعني ده هراء، كل ده هراء. سالة استاذ مخرج كبير استاذ تميم يونس، حضرتك عمال بتجيب في سيرتي في الستوريز عند الاستاذ خالد تقول له هتجيب ويجز، ايه تجيبه؟ خايف مني يعني في الخناقه؟
ما فيهاش مشكله. انا قلت استاذ خالد تبعنا واستاذ تميم تبعنا، عايزين نقف خط محايد في النص في المنتصف، رمينا عدلي بس ما فيهاش مشكله، ما يضايقش حد يعني. يا استاذ ويجز بس انا بقول ان الموضوع يعني ايه، يبدو ان هو غير عادل ولكنه عادل. يعني انا بصراحه شايف كده ان خالد كان محتاج مساعده، وانا يعني حتى لو حضرتك يعني في خط الوسط برضو وجودك معاه بيلهمه وكلامي بيلهبه. بص تماما هقول لك حاجه بسيطه جدا، انا مش هستخدم ويجز خالص، ومش هستخدم الكمبيوتر، مش هستخدم التكنولوجيا، انا هعمل لك ديس هاند ميد بيت بوكس وبصوتي من غير اوتو تيون. يلا يا معلم، ما هو انت البيت بوكس ده مين اللي هيعمله؟ مش زميلك؟ طيب ما كده ما تقوليش بقى انا مش هستعمل حد، انا الواد ابني نام عشان هو مش فاضي للهبل ده. اقول لك حاجه، اتعلم لك بيت بوكس، اتعلم لك بيت بوكس النهارده، ايه رايك؟ بالليل بعد ما اسمع الرد بتاعك هيكون في رد اللي هو ايه، يخليك يا ساتر يا رب كده. بص يا تميم، انا هقول لك على حاجه، انا هخليه يعلمني بيت بوكس عشان تبقى فير، وبعد ما اتعلم انا بيت بوكس هدسك وانا بغني في نفس الوقت، تمام؟ وبعدين انا هاجي اعلمك بيت بوكس يا تميم. يا عم خالد، انت في محمد الصغير ولا ايه؟ هتحلق يعني، المنظر من الكاميرا بتاعتك شكلك هتحلق، وجون جاي يشوف ايه نظام السوالف. والله صاحبي بص، وانا رحت لمحمد الصغير ما لقيتوش، فروحت عند محمد القصير. وانت المفروض يبقى اسمك خالد منخار معفن. استاذ تميم، استخدامك لألفاظ نابية يدل على ضعف موقفك، موكلي مش هيرد على الكلام دوت نهائي خالص، وياريت يعني خلي بالنا من هذه الألفاظ البذيء. أنا مش بقدم هذا الكونتنت الحاد لمعجبين ولا معجبين خالد، لو سمحت بلاش ننتقل لألفاظ نابية. معنا إلى الاستوديو استاذ خالد مختار، إضافة أخرى تحب تقولها؟ محمد القصاي، انا بعتذر والله، انا جديد في موضوع الدس ده، مش فاهم يعني مش عارف ايه القوانين بالظبط بتاعه الدس. هل يعني ان انا اهين حد باحترام؟ دي بصراحه جديد عليا، وبعدين مش فاهم، اكلم ابو يوسف ولا ايه؟ يعني انا شايف ان في خلاص بقى في علاقه كده، ايه بتقول لي موكلي وبتاع، اكلم بقى الشيطان، اجيب لكم الشيطان. بص هو عامه انا وسهلا بابو يوسف، انا لابس اصلا لبس هيب هوب فشخ النهارده، بص فتمام، ولو يوسف جه عشان ياكلني فهجيب له ام علي عشان يحلي.